القرن الرابع عشر انتشرت في أراضي أذربيجان وإيران طريقة الحروف يدو على أساس تصرفي. أسسها فضل الله نعيمي الأذربيجاني. إن ممثل لهذه الطريقة كان يقصون الحروف مقطسة لأنه القرآن الكريم متكون من الحروف المقطسة. ومن أبرز ممثل لهذه الطريقة كان الشاعر إمادادين نسيمي. إنه ولد في مدينة شمخر لأذربيجان، ولقب الشاعر بألقاب حسيني سيد نسيمي. إنه كان من أتباع منصور بن حلاج، ومثله قال: أنا الحق، يعني أنا جزء من الله، ولذا اتهم بالكفر وزندقة، وبعد هذا سلخ حيا في مدينة حلب، وقبره في الوقت الحاضر في ذات المدينة. بين المعروضات تمثال النصف من الخشب صنعت من طوب